خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. أي واحد سولناه اليوم غادي يقول لنا اليوم عيد استقلال المغرب. دخلت بزاف ديال الزملاء ديالي كنتفرج فيهم في الفيديو، دخلت للتلفزيون العمومي، كندخل الجرائد الوطنية كتقول لك اليوم عيد استقلال المغرب. الخوت ممكن هذا الكلام ديالي ديال اليوم يعجب بعض الإخوة وكاين اللي ما غاديش يتفق معايا، ولكن أنا شخصيا أتحدث عن نفسي فلا أعتبر هذا التاريخ ديال 18 نوفمبر عيد استقلال المغرب. ما خصناش نبقاو نحتفلوا بهذا التاريخ، تاريخ عيد استقلال المغرب. أتكلم عن نفسي، ولا كنت غلط رجاء صحوا لي. غادي تقول لي شنو كتقول السبعي؟ هاد الأمور ممكن تجبد لك الصداع، هاد الأمور ممكن تخلق لك المشاكل. عارف الخوت أن هذا التصريح ديالي، ولكن أتكلم عن نفسي وغادي نتكلم لكم بالحجج وبالأدلة المنطقية، وشوفوا معايا واش نتوما متفقين او غير ما متفقينش. كلشي هادشي غادي نشوفوه في هذه الحلقة بعد الفاصل ديال المقدمة مباشرة. غادي نهضروا في هذه الحلقة على هناك اخبار ومصادر اعلامية متطابقة كتقول لنا بان المغرب وسع عملياته العسكرية هذه المرة بواسطة الدرون ضد البوليساريو بضرب في الداخل ديال موريتانيا. غادي نشوفوا هذا الموضوع، وكذلك هناك صورة استفزازية للمغرب من طرف بعض الشركات التركية اللي كتصدر لنا النسيج إلى المغرب، قال لك الجمهورية المغربية. غادي نشوفوا التفاصيل في هذه الحلقة. وقال لك سيدي رياض محرز راه هو فقعان ومقيلق مسكين وما غاديش يجي لمراكش الا عنده الضمانات ديال شي حاجه. غادي نشوفوا كل هذه المواضيع في هذه الحلقه، تبعوا معنا من الاول حتى الاخر على بركه الله. مشينا مع محمد السباعي. هاد الوقيته واقيلا كلها وانت كتسول السباعي شنو كيقول، السباعي شنو كيخربق. اليوم العالم كله كيقول لك المغرب بما فيها الجوجل تحتفل بعيد استقلال المغرب، وكلشي في السباعي كيجيك وين لا ليس عيد استقلال المغرب هو اليوم. نعم الخوت، اليوم عيد طرد فرنسا من المغرب، متفق معاك. نقدروا نقولوا اليوم عيد استقلال شمال المغرب، متفق معاك، ولكن باش تجي تقول لي عيد استقلال المغرب فلا اتفق معاك. نهار 18 نوفمبر 1956 الجزء الذي استقل من المغرب هو هذا، هو الجزء الذي كانت تسيطر عليه فرنسا، في حين أن الجزء من المغرب اللي هو الصحراء المغربية كانت تحت الاستعمار الإسباني. وبالتالي المغرب اللي كنعرف أنا هو هذا كله، وإن شاء الله في انتظار الصحراء الشرقية تجي لنا حتى هي وتجي الخريطة ديالنا. وليس فقط هذا، راه شحال ديال الأمور حنا كنضروا ريوسنا بريوسنا الخوت، شحال تاع الأمور كنتكلموا وكنديروا أخطاء وكنعطيو حجج للأعداء يضربونا. راه ملي كنقولوا اليوم عبر وكاله الانباء الرسميه والتلفزيون المغربي ودوزيم والهيلالا نقولوا عيد استقلال المغرب، راه لا واش العيون استقلت سنه 1956؟ واش بوجدور كانت مستقله سنه 1956؟ واش الداخله كانت مستقله سنه 1956؟ هادو راه من المغرب الخوت، هذا راه جزء، هذه راه الاراضي المغربيه حتى هي. اذا حنا كنكذبوا على بعضياتنا، يا اما راه المغرب هو هذا، هو الشمال، وبالتالي كنعطيو حجج للاعداء انهم يضربونا بكلامنا. شخصيا انا ضد تسميه اليوم بعيد استقلال. اليوم عيد طرد فرنسا من المغرب، وبقى لنا واحد المستعمر اخر انذاك اللي هو اسبانيا، وطردناه نهار 6 او ما قبل 6 نوفمبر 1975. اذا العيد ديالنا ديال الاستقلال التام ديال المغرب كان بعد استرجاع الاقليم ديال وادي الذهب في نهايه السبعينات، راه حتى في 76 رجعنا غير الساقيه الحمراء، العيون والساقيه الحمراء. في 79 اللي استرجعنا، يعني 79 اللي نقولوا استقلال المغرب. المغرب من طنجه الى القويره استقل في 79، بدينا من الشمال في 56 استقل الجزء الشمالي وطردنا فرنسا، وفي 75 طردنا اسبانيا، وفي 79 استرجعنا اراضينا
كاملة في انشدار ان شاء الله نسترجعوا السعر الشرقي ديالنا. راه كنضربوا ريوسنا بريوسنا الخوت. انا ما عرفت شوف انا هذه ما عمري ما سمعتها عند شي واحد. هذه تكلمت عليها محمد السباعي الوحيد اللي تكلم عليها اليوم وكانت عندي الشجاعة شي شوية باش نتكلم عليها هو هو انا. لهذا واش انا غادي نخرج من الجماعة؟ اذا ربما انا غلطان. اذا كنت خاطئ الخوت قولوا لي في التعليق خاطئ، كنت على حق وعلى صواب قول لي على صواب. وهذا اضافه الى واحد الخطا كنا كنديروه اللي هو كنقولوا اكادير الناس ديال الجنوب في اكادير ولا الناس ديال الجنوب في تارودانت ولا كنقولوا الناس الجنوب ديال قلميم. هذا خطا الخوت هو. لا انا كنعتبر شخصيا من مراكش الفوق الشمال ديال المغرب. السطات انا كنعتبرها في الشمال، كازا في الشمال، بنقرير في الشمال، ما بين مراكش والعيون وسط المغرب. سيدي العيون انا كنعتبر طاح في وسط المغرب وليس في جنوب المغرب. وما هو جنوب العيون؟ بونجور وهبط للداخلة والكويرة، هذاك هو جنوب المغرب. العيون هي لي ليميت ديال وسط المغرب. إذا خاصنا شوف خاصنا واحد الطورة الخوت الله يرحم الوالدين، خاصنا شي طورة على هاد المفاهيم وهاد المصطلحات الخاطئة اللي كتروج في الإعلام ديالنا بما فيه الإعلام العمومي وحتى المؤسسات الحكومية المغربية. الوزارات كدير أخطاء. ايوا خوت الا كنت غالطين قولوا لنا شنو كاين. الله يرحم لكم الوالدين. ايوا انتقل لكم سيدي رياض محرز. رياض محرز قال لك اسيدي دير الوليد مسكين في كعان. الوليد قال لهم اودي انا ما غاديش نمشي لمراكش الا ما عنديش نحضر الحفل ديال احسن لاعب افريقيا الا ما عنديش الضمانات. ما عنديش الضمانات ديال انني غادي ندي احسن لاعب في افريقيا. نضت اسيدي البي ان سبورت دارت واحد الاستطلاع ديال الراي عند العرب كاملين. يعني لا احتر الاستطلاع عند العرب، عند العرب كاملين. وديال الاشاره غتقول لي لا راه المغاربه داروا واحد الهجوم على هذا الاستطلاع وصوتوا اسيدي راه الجزائريين انتم اكثر، يعني حسب الاحصائيات الرسميه انتم راه اكثر من الساكنه ديال المغرب بواحد 4 ولا 5 الملايين. اذا ما كاين لا هجوم لا استحمص. شنو دا الاول في هذه الاحصائيه ديال بي ان سبور؟ الاول هو ياسين بونو تقريبا من النص 48.4، عاد جاء رياض محرز ب 26.9، عاد محمد صلاح ب 21.1%. اذا هادو العرب، العرب ماشي حنا، العرب خوتنا العرب بما فيهم حنا وكذا هما صوتوا على ياسين بونو. واخا نجيو لكم شي شويه ديال الاحصائيات. انا ملي كنسمع الجزائريين كيقول لك لا رياض محرز هو الاولى بالجائزه لانه خد الثلاثيه هذيك السنه مع مانشستر سيتي. مزيان، ولكن حنا يعني في واحد 3 سنين هذه ولا 3 سنين تقريبا عندنا واحد وليدنا اللي حتى هو حكيم زياش خد الثلاثيه مع تشيلسي وما عمر شي مغربي خرج قال لك لا خاص حكيم زياش ياخذ احسن لاعب في افريقيا حين خد الثلاثيه. لا كنا منطقيين وكنا عقلانيين وهذا الشيء باش معروفين المغاربه. واخا نديروا واحد شويه ديال الحساب، نديروا واحد شويه ديال المنطق ما بين رياض محرز وكبين حكيم زياش. حكيم زياش في الشامبيونز ليغ العام اللي ديتها تشيلسي شحال لعب من شحال لعب من دقيقه في البطوله كامله؟ لعب 128 دقيقه. واحد المباراه لعبها رسميه كلها والبقيه ديال المباريات لعبهم احتياطيا. ملي كنجيو كنحسبوا عدد الدقائق اللي لعب في الشامبيونز ليغ اللي داتها تشيلسي كنلقاو 128 دقيقه. ورياض محرز شحال من دقيقه لعب هو فاش دات مانشستر سيتي هذه البطوله؟ 136 دقيقه. حتى هو لعب واحد مباراه رسميه والبقيه المباريات كلها لعب فيها احتياط. زياش هذاك العام دا دوري ابطال اوروبا ودا السوبر الاوروبي ودا كاس العالم للانديه، يعني بطولات ضخمه كبيره. في حين ان محرز شنو دار؟ دا ابطال اوروبا ودا الدوري الانجليزي ودا كاس انجلترا. دا جوج بطولات محليه في الانجليز وبطوله قاريه، في حين ان رياض محرز دا جوج بطولات قاريه ودا بطوله عالميه مع تشيلسي. بهذا الحساب راه حكيم زياش حتى هو كان عليه يدي انذاك افضل لاعب في افريقيا. الفرق بين رياض محرز وبين حكيم زياش شحال؟ 8 ديال الدقائق لعبهم محرز اكثر من حكيم زياش. ايوا شي شويه ديال اللوجيك الله يرحم لكم الوالدين، شي شويه ديال المنطقه. حنا خدمنا معكم الخشيبات، خدمنا معكم الحساب ديال الفقيرات.
ايوا ترجلوا شي شويه بركه من هذيك الاحلام. والله يرحم بكر رياض محرز لما جا لمراكش. مراكش راه مظلمه فيها ما فيها ما يدار. خاصنا هذا رياض محرز يجي يدخل لنا لمراكش باش ينورها ويضويها. كذلك لدينا في الاخبار اليوم هو انه خمسه شخصيات افريقيه كبيره انضمت الى نداء طنجة لطرد البوليساريو من هذا من الاتحاد الافريقي. الامر كيتعلق بوزراء خارجيه سابقون لسيراليون وكذلك ساو تاومي وبرينيسي بي وبوروندي وكذلك بريسينيبي وبوروندي والكوتيفوار والسينيغال. هاد الوزراء وعاو بالخطا الكبير اللي كان دار في الثمانينات ابان دخول البوليساريو الى منظمه الوحده الافريقيه انذاك. من شوف راه كاين القانون الاساسي ديال الاتحاد الافريقي كيقول بان الدوله باش تكون منظمه خاصها تكون عندها سياده. واش هذا البوليساريو عندها سياده على الارض؟ راه خدامه دابا الجزائر باغا تعطيها السياده على تندوف. عارفين غادي في الطريق عندكم بتعطوهم السياده على تندوف، ولكن لحد الان ما عندهاش سياده. اذا هذا خطا استراتيجي كبير كانت وقعت فيه انذاك افريقيا وراهما اليوم خدامين بغاو يحيدوه. عندي واحد الاستفسار قبل ما ندخل للمواضيع الاخرى. فرعتوا لنا الراس واحد 48 ساعه هذه بواحد التصريح ديال سيهم عبد المجيد كدبون. اشنو كيقول؟ لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر. يا سلام، اش هاد الطنطيز يا الجزائر؟ اش هاد النفخة يا الجزائر؟ دابا غير خرجوا من الروندا ديالكم يا من تحكموا على الجزائر. قلنا شنو واقع، شنو كاين، اشنو السبب تتخرجوا بمثل هاد التصريحات؟ لا توجد قوة تضغط على الجزائر. هضروا، خرجوا من الروندا ديالكم. واش كاين شي واحد كيضغط عليكم؟ واش كاينه شي قوه اجنبيه كتضغط عليكم؟ كاينه شي حاجه ما عارفينهاش؟ واش شي بدا تبون كيخرج هاد التصريحات بهذه الطريقه؟ قول لينا شنو كاين، خرج من الروندا ديالك. راه ما بقينا فهمنا والو. اذا الجزائر واش كاينه في شي حاله حرب؟ لا. واش كاين شي حراك اجتماعي في الداخل وبغى يصرف تبون هذا الميساج؟ يعني راه ما يضغطش علينا شي واحد، لا ضغط الشارع او كاين شي ضغط بيناتكم صقور. وهادشي راه كاين، هادشي راه بالمناسبه الخوت راه كاين. يعني واش منوضينها بيناتهم دوك رؤوس الحكم الجنرالات وشي كيضغط على شي وحب تبون من خلال هاته ان هذا الجلسه اللي دار انه يوصل هذا الميساج؟ اذا كاينه شي حاجه. ما يمكنش واحد الرئيس غير من تلقائي نفسه يجي يجلس فوق الطابله يقول لهم لا توجد قوه تستطيع الضغط على الجزائر من غير القدره الالهيه. هادشي اللي قال هو، قال القدره الالهيه. اذا اما هو ميساج موجه ليك انت كفرد من افراد الشعب الجزائري كيقول لك اودي راه ما تضغطش عليا. هذوك التهديدات ديال انك غتخرج الشارع ودير الضغط على الحكومه وعلى النظام راه ما كاينش. يا اما شي ميساج ديال شي ضغط ديال شي دوله اجنبيه يقول لنا شنو كاين، خرجوا من الرومبا ديالكم بلا ما تقل، او شي ضغط داخلي. ولكن انا استبعد مسكين هذا الشعب انه يخرج في شي ثوره شعبيه وكذا، لانهم مشغول مسكين مع الطوابير داروا لكم في تشغلوا. ما بقاش عندكم الوقت في انكم ديروا شي مسيره ولا شي وقفه ولا تحتجوا على الاوضاع ديالكم. لا لا، دايرين لكم الاحتجاجات هذه راه جديده. هاد الصور اللي كتشوفوا معايا الخضرة احتجاج، هذه راه صور جديده. طوابير بالكيلومترات راه ما بقاوش كيديروا بالامطار، ابي عشرات الامطار شويه شويه غادي يوليو الكيلومترات. كيفاش هذا المواطن غادي يخرج للشارع ويحتج ومسكين نهار وما طال هو جالس شاد نوبه على شكاره حليب ولا على واحد القنينه ديال الزيت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن عجبني واحد التصريح ديال واحد المواطن جزائري خرج فيهم ديري قال لهم صاينه هما انتوما. نسمعوا اشنو قال. السلام عليكم يا ولادي. البطاطا ب 9000 مش محاشمين يعني؟ مش عيب عليكم انتم عباد دركا؟ عندك اليهود مش ملي في غزه درك قاعدين يخصموا في غزه. اليهود راه هنا، والله اليهود راه معنا هنا. اليهودي الكبير اللي لحق البطاطا 9000 ولحق الدجاج ب 55000، فهمت؟ هذاك هو اليهود، اقسم بالله يهودي وصهيوني وطحان ومش راجل، وين عذبوه براتا تاعو. لا اله الا الله محمد رسول الله. غير واحد الاشاره الخط واحد بين قوسين من حله، راه حنا عندنا الغلا تا
حتى حنا عندنا العافيه شاعله في الخضره ديال بصح الخوت. راه كتمشي للسوق كتحط يدك على شي حاجه كتلاقيها غاليه. غير الفرق بين المغرب وبين الجزائر هو المغرب كاين الموجود، ما تشوفش الطوابير على البطاطا، غاليه البطاطا، ما تقعدش تحط عليها يدك. والله يهديك علينا السي عز اخ منوش، حنا راه بلد فلاحي، عندنا الفوسفات الشتا صباط كلشي موجود. اش هاد الغلا؟ يعني الناس اللي كيقول اه هضر على الغلا، اه السبايه هضر على الغلا، يلا الغلا حنا هضرنا وانتخبنا الحكومه، ولكن مع ذلك كنقولوا كاين الموجود على الاقل، كاين ما يدار، كاين البطاطا، كاين كتمشي للسوق ما كتشدش عليهم الزهام، ماشي بحال الدوله اللي منهم كم ساكن راه ما بغيش يروح، ما كاين لا ما ها الغلا والموجود ما كاينش نهائيا. ايوا ندخلوا لكم الخوت الى الخبر ديال هذه الحلقه. المغرب يقصف في الداخل ديال موريتانيا، قصف شمال موريتانيا. كما كتشوفوا معنا في الصور، هذه مجموعه من العربات، عربات مدنيه كانت تستعملها البوليساريو من اجل ايهام القوات المسلحه الملكيه انهم مدنيون في شمال موريتانيا، وبالتالي التسلل الى الداخل المغربي او المنطقه العازله لتنفيذ بعض العمليات الارهابيه. وشنا العمليه اللي كانت في مدينه السمارة؟ كتقول لنا بعض التقارير الاعلاميه منها هاد 24 ساعه.com، طائرات مسيره مغربيه تقصف عناصر من ميليشيات البوليساريو شمال موريتانيا وتقتل ثلاثة منهم شمال موريتانيا. إذن ديك الزيارة ديال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية هذه مجموعة من الأيام إلى موريتانيا ربما كان لهذا الأجل، لهذا الأمر، هو أنه المغرب غادي يعني يقدر يدير عملية في الشمال الموريتاني. مساكن موريتانيا راه ما عندهمش الإمكانيات، عارفين هاد الأمور. المغرب الحمد لله متقدم على مستوى التقنيات العسكرية، وبالتالي كان المغرب يستحتاج ربما إلى ترخيص من موريتانيا للقيام بهذه العمليات. فإذا شفنا الزيارة ديال أبريد وشنا هذا المقال وهذه التقارير الإعلامية اللي كتقول لك المغرب دار عملية نوعية في شمال إفريقيا، في شمال موريتانيا، فهذا كيعني أن المغرب راه مشى وخدا لوطوريزاسيون من موريتانيا أنه يدير هذه العمليات في الداخل الموريتاني من أجل إيقاف عناصر ديال البوليساريو اللي تحاصرت على الحدود التي تسيطر عليها الجزائر مع المغرب، ونادو بيتسلوا بيديروا هذه العمليات من شمال موريتانيا. كتقول لنا هاد 24 ساعة ملي كندخلوا المتن ديال المقال، كتقول أوردت عدد من المصادر المطلعة أن الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية استهدفت ثلاث عناصر من ميليشيات البوليساريو أردتهم قتلى بمنطقة زقولة شمال موريتانيا. زقولة في يعني في موريتانيا، في الداخل الموريتاني. وكشفت المصادر ذاتها أن العناصر الإرهابية التابعة لميليشيات البوليساريو الانفصالية كانت تستعمل سيارات مدنية للتخفي، وهي السيارات التي يستعملها عادة المنقبين عن الذهب بتلك المناطق. كما كتشوفوا معنا هذه صور من العربات، وكنشوفوا صور سابقة فيها عناصر البوليساريو مع مثل هذه العربات، وهذا يؤكد بأنهم كانوا كيستعملوا هذه العربات من أجل إيهام القوات المسلحة الملكية الباسلة لوقفتهم عند حدهم. إيوا ندخلوا معكم إلى الجمهورية المغربية. نعم الجمهورية المغربية اليوم واحد التيكيتا ديال شي حوايج جايين من تركيا. نهضت السلطات المحلية لمقاطعة عين الشق في الدار البيضاء في واحد المكازا ديال الحوايج، داروا وصلتهم شي إخبارية أنه كاين مجموعة من سريولات ديال الجين فيهم يعني يعني الجمهورية المغربية. كما كتشوفوا معنا ها هي يعني توزعوا في الجمهورية المغربية. هذا أمر خطير الخوت، وهذا الأمر يعني داز من الجمارك. 47 سروال كيقول لنا من جينز أزرق مكتوب عليه الداخل هذه الجمهورية المغربية. حنا كنعرفوا التواركا ما كيعرفوش، ملي كتمشي لتركيا كتقول لهم موروكو ولا المغرب ولا كذا ما كيعرفوكش، ولكن كتقول لهم فاس كيعرفوك، هما كيعرفوا المغرب بفاس. هذه صارت لي شخصيا انا، ملي كنمشي كتقول لهم موروكو فين جات موروكو، كتقول لي فاس كيعرفها. اذا اليوم واش هذا تم عن جهل او عن غير قصد؟ فالله اعلم. ولكن مع ذلك يتطلب الامر واحد التحقيق،
وكذلك رجال الجمارك كنعرفوا الجمارك الحمد لله خدامه المغربيه واحبطت مجموعه من الامور التي كانت تسيء للدوله، ولكن هذا الامر خاصنا نفليه، خاصو يتفلى. وتحيه كذلك للسلطات المحليه لمقاطعه عين الشق على اليقظه وحسن التصرف في مثل هذه الامور، والتجار ديالنا اللي كتجيبوا السلعه من تركيا أو من اي دوله اخرى ردوا البال مزيان مع التيكي، ردوا مع الخرائط، ردوا. يعني راه كاين بعض الامور يعني تحارب الدوله ووحده الوطن واستقرارها. خذنا نادر الحلقه، شكرا جزيلا ديالكم على الدعم ديالنا، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.